من 700 معاملة خاصة بتعويض المتضررين تم المصادقة عليها من قبل محافظ الأنبار بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف، حيث يؤكد قائم مقام الرمادي لقناة الرشيد أن الصكوك ستوزع عبر الوحدات الإدارية خلال الأيام القليلة القادمة. الملف لا زال إلى الآن عالق ولا زال إلى الآن إمكانية حسمه بشكل نهائي أعتقد مو قريبة، لكن مع هذا اليوم وصلت إلى المحافظة أكثر من 760 معاملة تعويض بالنسبة للمواطنين الذين قدموا على التعويضات، شاملة التعويضات اللي هي أقل من 30 مليون واللي تم مصادقتها من لجان التعويضات في المدينة. الضغط الكبير جدا والدمار الكبير جدا كان في الرمادي، فلذلك حجم التعويض يكون فيها قطعا أو حجم الضرر وحجم المعاملات راح تكون بها أكثر. يوم غد إن شاء الله تعالى مباشر بتوزيع السكوك على المواطنين. ويأمل مواطنون التقيناهم في الأنبار أن يتم تحويل كافة المعاملات الأخرى التي تأخرت كثيرا باللجان التعويضية المركزية بالعاصمة بغداد إلى حكومة الأنبار المحلية التي تعمل جاهدة لإنهاء هذا الملف الشائك، خصوصا وأن المبالغ التي لا تتجاوز 30 مليون دينار تصرف ضمن صلاحيات حكومة الأنبار المحلية دون وجود مشاكل تذكر. قبل يومين أو ثلاثة صرفت 740 معاملة، لكن احنا اكو معاملات اللي فوق ال 30 مليون اللي هاي يكون تحديدا صرفها في العاصمة بغداد من قبل الحكومة المركزية، فاحنا نتأمل انه او ينحسم امرها تنصرف للمواطن حتى المواطن يقدر يعني يعمر بيته. الواء ترجع يا اخي، صار اربع سنين المعاملات موجودة نايمة ببغداد، احنا نايمين هم هناك، احنا نريد اهل المحافظه يطالبون بارجاع المعاملات من بغداد وتنفيذها هنا داخل المحافظه. ومن الجدير بالذكر ان حكومه المحافظه تعمل على اصدار وجبه جديده للتعويضات بين الحين والاخر بعد اكمال الاجراءات القانونيه لضمان سير المعاملات بانسيابيه عاليه. ويطالب أبناء الأنبار بالإسراع في ترويج آلاف المعاملات التعويضية المتبقية لمساعدتهم في إعادة إعمار منازلهم التي تضررت جراء الحرب، سيما أصحاب الطبقة الفقيرة والمعدومة. من مدينة الرمادي قتادة عادل، قناة الرشيد.